حطيت ليلي عند اختي رولا وانطلقنا. صاير ننزل نسحب مصاري لانه لازم مصاري كاش من الاي تي ام. وقاعدة عم بستنى اصور لكم هالمقطع وقال لكم انه هلا الساعه 10 بالليل انطلاقنا باذن رب العالمين. اول مره بتجربه لاول مره رح ازور مناطق البحر الاسود ترابزون. اكثر شيء متحمسه لجورجيا. جورجيا هي عباره عن دوله ثانيه جورجستان هن هون بيقولوا لها. ف ما بدها جواز سفر مسافر عليها بالهويه التركيه فرح نقضي فيها يوم ان شاء الله. فمتحمسه لها لانه هي هيك بلد اوروبيه وكذا. ترابزون اول مره بروح عليها. سعيد رايح كثير قبل هالمره فانا بالنسبه لي تجربه اول مره. بس اكثر شيء بقلبها مبسوطه ومتحمسه وهيك انه رح ابعد عن ليلي. يعني انا بعرف حالي احيانا بترك بمكان لمده ساعتين ثلاثه اربعه فبرجع بكون هيك قلبي ناطف عليها. فهلا شلونك الله يصبرنا يا رب. بس كمان بنفس الوقت الطلعه معها كثير صعبه ونحن بحاجه هي الاجازه السنويه انا وسعيد هيك بعيدا عن كل شيء عن ضغوطات الحياه وضغوطات الشغل وهالشغلات. وبالزور بزور سعيد لقدر ياخذ هي الاجازه فمشان هيك ان شاء الله يا رب ننبسط وتكون خير. المهم هلا رايحين ادعوا لنا ان شاء الله نوصل بخير وسلامه لانه رايحين بالباص العشر ساعات رح ياخذ الطريق فرح ننام على الطريق. بعدين الساعة 7 الصبح بنوصل اول بلد رح نوصل عليها اماسيا. ورح احكي لكم كل لانه المناطق اللي احنا عليها كثير فيها قصص غريبه كثير. تركيا اصلا هي بلد تاريخها كثير غريب يعني بلد العثمانيين فيها كثير غرائب من التاريخ. فنحن رايحين على هاي المناطق ورح اصور لكم اياها. والحلو انه نحن تقريبا رح نزور 10 مدن مختلفه. خليكم متابعين معي وقبل بلش فيديو اسمحوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب وتابعونا على انستغرام على هوم ستايل. وصلنا هذا الباص عم بيستنانا اخر 5 دقائق وهن بيستنونا يعني. فطالعين مع جروب كثير مدحوا منه مكتب سياحه هيك للعائلات. هاي اهم شغله مو للطلاب فهي شغله لازم تنتبهوا عليها انه تطلعوا مع جروب مع مكتب سياحه بيطالع العائلات مو الطلاب. فهمتوا علي الفرق؟ ايه. فهلا منطلقين متحمسه كثير كثير في الحماس الف يعني. لا من قبل ما كنت متحمسه هلا شفت الباص وهيك يلا منطلقين. انا ما بحب طريق السفر على فكره ما كثير بحبه خاصه اذا طويل باكل همه. هاي اخذت الشنطة وراح نترك السيارة باركينج هون. والحلو انه بس اخذين شنطة هاي وحدة حاطين فيها اغراضنا انا وسعيد. Look at the smell. So lovely. لسه هلا دخلنا على اول هون اماسيا. هون في قصة عشق لهدول الاثنين اللي بحبوا بعض. القصة باختصار بحبوا بعض بجنوا بعض وما وافقوا اهلهم يجوزون لبعض فانتحروا يعني حتى يثبت له حبه وتثبت له حبه وهالقصص. اسمهم فرحات شيرين شهري اماسيا قصة مشهورة هون. فهاي التل اللي وقعوا منها وان هون مزارهم وهيك قصص يعني.
انا فايقه هلا لسه ما لسه صحيانه يعني بقيش مشهوره على سبب التفاح. واول ما وصلنا اعطونا الكولونيا بالتفاح، ياي ياي ريحتها بتجنن. قلت له سعيد بدي اخذ كذا قنينه، ياي من اطيب ريحتها. طلع عن جد هون ابرون اثنيناتهم. ايه بس يعني سؤال انه ليش why that much they give important for these two couples. There are many people around the world that are dying from love something. But Farhat, he drilled, he make it, you know, digging the mountain to bring the water for reaching the her love, not only for just love. يعني. ها هو قال اللي حفر ال جبل مشان يوصل المي للمدينة مشان يعني دعالر دي المسيح يعني بطل دعالر دي يعني بطل دعالر دي هو ايه عرفته فهمتوا علي يعني هو حفر مشان يثبت حبه وموافقة أهله وكذا حفر هذا مشان يجيب المي الجبل شوف الجبل كتير صخري حفره okay. حتى they don't want to make him together so هاي ايش اسمه مزارون they fall down from the mountain هلا وصلنا على اماسيا. ايش الشيء المشهور باماسيا؟ انه على زمان العثمانيين كانت من اهم المدن اللي كان السلاطين يبعثوا الامراء عليها حتى يتعلموا اداره البلاد قبل ما يصيروا سلاطين من هالمدينه، فكانت هي تعتبر أقوى مدينة لأنه يتعلموا الأمراء قبل ما يصيروا سلاطين، فكانوا كلهم يقضوا وقتهم. بتعرفوا بمسلسل حريم السلطان وقت اللي السلطان سليمان بده يبعت ابنه على مصطفى على أماسيا، فقديه هرم وقتها اتضايقت وإنه بده ابنه هو اللي يروح على أماسيا وكذا. فهي بقيش مشهورة بالجبال، طلعوا على اليمين جبال على يسار جبال كله جبال والطريق اصلا كله جبال. شاي التفاح كثير مشهور هون كثير كثير طيب. منطقة بأماسيا على زمن العثمانيين هي الأبنية كلها بقى يعني شوفوا الجبل هون في قلعة فوق وهي البيوت هلأ حولوها كلياتها لأوتيلات أو مطاعم بس هي كانت بيوت العالم على النهر. شايفين شقد حلو مناظر هون بتاخد العقل. هي أحلى مكان بأماسيا. فطرنا هون الإطلالة على البحيرة هلأ طلعنا نتمشى فيها وفي جامع كتير مشهور رح أحكي لكم قصته بس وصلنا عليه. هلا جينا على هذا الجامع اسمه الجامع الابيض والكليه البيضاء بياز جامع بياز كليه باماسيا كثير مشهور. هلا كنا عم نسمع قصته فعن جد قصته كثير حلوه. اول شيء اللي امر ببنائه هو السلطان فتح. تخيلوا شد قديم السلطان فاتح اللي فتح القسطنطينيه امر ابنه احمد بعته على اماسيا وقال له عمر لي جامع وكليه. كان هو من اكبر الجوامع والكليات في تركيا يعني على زمن العثمانيين وكان الجامع المفضل عند السلطان سليمان. كان كل ما يجي يزور اولاده مو قلت لكم هون ببعثوا اولادهم الشهزاده الامراء يتدربوا هون باماسيا على انه كيف يمسكوا الحكم والسلطه وبيكونوا هن المسؤولين عن البلد اماسيا لانه كانت بلد اقتصاديه بلد قويه سياسيا اقتصاديا هالامور كلياتها. فكان يجي لهون عشان يصلي بهذا الجامع. انت شوفوا الجامع كل اللي محاوط حواليه جبال شايفين وهي اقدم شجره
ما بتخيلوا كم ألف سنة عمرها. شايفين من جوا شلون هيك مفتحة، بقد ما هي قديمة مفتحة، بشجرة إيش ما بعرف، تحسوا كأنه 500 سنة وشوي يعني. هاي هي اسمها أنيت آج أنيت. ايه وهي هون محل الموضة على فكرة، وقت اللي بتشوفوا الجامع وهيك بتذكروا مسلسل حريم السلطان، مصورين فيه، مصورين فيه مسلسل حريم السلطان، مصورين هذا الجامع طالع بالمسلسل. فرجيكم السنة اللي انبنى فيه، ضل بس طول معهم سنة ببنائه، 1485-1486. فعم بقلكم هو كتير فيه قصص هيك حلوة وبت عن الأخلاق وهالأمور وإيش بيعلموا الطلاب وكذا. بس أهم شغلة إنه هذا كان المدخل الرئيسي للكلية، اللي هو طوله ارتفاعه تقريبا نص متر، حتى يجبروا الطلاب إنه ينحنوا وهن عم بدخلوا، حتى يعلمون التواضع وإنه مثل يوطوا راسهم وهن داخلين يتعلموا التواضع والأخلاق، عارفين، فمطين المدخل عشان يحنوا حالهم هن داخلين. حتى هذه التفاصيل الصغيرة شقد بيفكروا فيها وشقد هيك تعبر عن هذاك الزمن، شقد كان زمن تفكيره حلو. هون بيحطوا هدول المي للعصافير وهيك. مدخل الجامع من وقت ما بنوه نفسه، شوفوا كان هيك متجلد مدخله. تعالوا ندخل نشوفه من جوا، بيشبه جامع آيا صوفيا. الشغلة الغريبة اللي حابة أفرجيكم إياها، من ورا هاد أول جبل، هذا الثاني على اليسار، هاد كله هالامتداد، قدامنا جبل، على يميننا جبل، كله جبال، عرفتوا يعني هي جبال وأماسيا بالنص، نص الجبل، بس هون جبل حجري صخري. هدول الفتحات اللي شايفينهم قدامكم كانوا في قلعة فوق الجبل، فهن عاملين حماية للقلعة، هاي القلعة فوق عاملين حماية للقلعة. وهون جبل شجر، كله شجر، بس انت متخيل هدول بيوت العالم اللي كانت هون، بيوتها ساكنين هون هيك، كله جبال حواليه هون، والله كانوا عايشين عيشة حلوة. شايفين؟ تعال نشوف مين رمز لك. قلتلكم كل شيء بأماسيا بإيش مشهورة، كل بلد كل مدينة بيكون مشهورة بأكلة معينة. تصوروا أماسيا مشهورة بتفاح الأماسي، فكل شيء عندهم عصير شاي، انواع الحلو، انواع المعجنات كلها بالتفاح. فهلا جايين على رامز دندرما اوستا، رح ناخذ موزة التفاح المشهوره، تشبه موزة سوريا ايام زمان. بانا بيتوب يوك، شكرا لكم. Amasya Genelgesi'nin konuşulup karara bağlandığı bina, batırmayı başaran, İtalyanları Akdeniz'den uzaklaştıran gemimiz daha sonra yine jilet olmuştur. Çanakkale Deniz Harbi'nde ittifak olduğumuz ve bizim bildiğimiz ismiyle Yavuz gemisi, ki o gün dünya sularında yüzen en güçlü savaş gemisidir. هلا وصلنا على مدينة سامسونج، أول مدينة بتطل على البحر الأسود، رايحين على الساحل. بس قبل ما نروح على الساحل رح نروح على منطقة تاريخية أحكي لكم عنها شوي، بعدين رايحين على الساحل. إيش بيميز مدينة سامسونج؟ شوفوا كل أحكي لكم معلومة هلا استغربت منها، لأنه رح نتغدى هون، بعدين عم نختار الأكلات إنه إيش الأكلة المشهورة حتى نجربها هون. طلع الأكلة المشهورة هي البيتيه، نوع من انواع الفطاير اللي هي باللحم. بس شو اللحم هون بهالمناطق البحر الاسود؟ ابدا ما بيستعملوا لحم الخروف، كله لحم البقر.
لأنه بيعتمدوا بتربية البقر أكثر من الخواريف، وأنا وسعيد للأسف ما بنحبهم ما بنحب لحم البقر، بس إنه راح نجرب البيدي. وفي what was the minimum, the famous one that you told me؟ تشاكالو منمن. هلأ هاي كمان راح كتير مشهورة هون، يعني سعيد سأل رفقاته وفي عنده قرايبين ساكنين هون، قالوا له يا إنه أكيد أكيد هاي هي على فكرة المنطقة اللي راح نزورها. شوفوا ما فيها شيء سامسونج غير إنه هي مطلة على منطقة ساحلية على البحر الأسود. عدد سكانها 1.5 مليون اللي ساكنين فيها. هلا مثلا أماسيا 150,000، كتير صغيرة تعتبر أماسيا، 150,000 نسمة فيها. سامسونج مدينة كبيرة كبيرة وزحمة زحمة حتى تقولوا حاجة. بس هاي المعلومات هلا أعطيتكم إياها. أحلى شيء الساحل المشهور فيها كمدينة سامسونج. هاد هيكل اسم المنطقة هون هيكل، إنه في له ذكرى تاريخية ونصر وهالقصص. المعلومة الثانية اللي كتير حبيتها هي شعب ترابزون، شعب المناطق البحر الأسود، كتير نساء قوايا وقد وقتهم وبيشتغلوا وبيتعبوا وطيبين كتير كتير ومخلصين كتير. وأحلى شغلة ما في عندهم عنصرية أبداً. أنا على فكرة ليش اخترت هاي المناطق؟ أول شيء إنه أول مرة بزورها، ماني زايرت قبل هالمرة. الشغلة الثانية إنه شعبها كتير حلو. سامسونج الأكلة المشهورة قلت لكم البداية، وطلعت أكلة ثانية كتير مشهورة اسمها تندر، مثل اللحم المسلوقة بس مع زبدة كتير، وخبز عليه زبدة وجنب رز، وبيكون جنبه فلفل حد كتير. فهي هي اسمها تندر. يا جماعة شقة طيبة هالأكلة، بس من أول لقمة فيها زكاوة ماي طبيعية. وقال لي سعيد إنه هاي بلحم الخروف، في منها فروج، بس طيبة 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 ماي طبيعية. كتير كتير عن جد بنصحكم تجربوها، اسمها تندر. ما بيقدر بلا الفاصوليا البيضة وين ما رحنا، عنده إياها مثل عيران جنب الأكل. هلأ جينا على هاي الساحة هون بسامسونج، كتير مشهورة لأنه هاي الشاشة تبعت سامسونج. تخيلوا هذا سوق الشاشة على الساحل مباشرة، وهي أول مرة رح نشوف البحر الأسود بنهاية هاي الساحة. كتير ساحة كبيرة، مش بحسيت المارينا بمرسين، بس حلاوتها انه هون في تشارشة، السوق الشعبي بيكون للمدينة. بكل مدينة بتركيا في شيء اسمه تشارشة، كل شيء مش ما بتخيلوا بتلاقوا فيه، فهو موجود على الساحل. هلا جينا على ساحل البحر الاسود. كنت متخيلته انه البحر غامق اكثر، لان كثير بيقولوا انه غامق، هو غامق بس لا يعني مو لهالدرجة. اوكي هون هاي قصة السفينة، وهي سفينتهم على زمن العثمانيين نفسها، لهلا مصفوفة وقت اللي اجوا بالحرب العالمية الأولى ومثل حرروا سامسونج يعني، وهن جايين الضباط وهالقصص كلياتها. اوكي فهي السفن، شوفوا هذيك السفن كمان شد كبيرة، بس هي فكرة سفينة حقيقية نفسها من هذاك الوقت. هون أسماء الجنود الضباط اللي إجوا وعاملين لهم مجسمات، نفسهم نفس الوقفة نفس كذا، عاملين لهم مجسمات وحاطين أسماءهم. شايفين هون مثلا مرقمينهم وكاتبين كل واحد مين هو. جايين على اليابانجي لارج شارشة، سوق الأجانب هيك اسمه. على فكرة بشبه سوق الشارشة عنا، نفس الشغلات هدول اللمبديرات المشهورين عنا الفسيفساء.
الانتيكات اقولوا هالعنتب مشهوره بالسوق الشاشه انه نحاسيات وقصص الفسيفساء وهيك شغلات المزيك مشهوره عنا. جينا على تاني منطقه بسامسونج اللي هي باندرما. شايفه حتى السفينه مكتوب باللغه العثمانيه بالاحرف العثمانيه وبالتركي، وهون كلياتها الادوات الحربيه اللي حاربوا فيها. اوكي، فهي يعني عرفتوا شو بلد ايش؟ بلد انتصروا فيها بالحرب. هون الطيارات هي كلها حقيقيه على فكره، هدول مدفعيات كلهم حقيقيات. فمتحف هو every night in my dreams. I did it funny. Bahçemi'nin kimi olacağını söylemiştik. Kağıdayız, her yerimiz fındık. Put the card here. Put the card here. Hayırlı olsun. Gördün mü? Yeşillik. I wish there's sea. Sea. Not here, sea, baby. You see, maybe left here, sea. Really. Bu termal ya burası. بصراحة برحلتنا هاي ثلاث اوتيلات غيرنا، بس كان هذا الاوتيل المفضل من ناحية الاطلالة، من ناحية البوفيه المفتوح، الاكل، كل شيء كان فيه كتير مميز. والحلو انه كان فيه مسبح مياه معدنية، المي سخنة، فتعب الطريق اللي تعبناه بصراحة كله ارتحنا قمة الراحة كان هذا الأوتيل. فهيك بكون وصلت لنهاية أول جزء من رحلتنا للبحر الأسود اللي زرنا فيها مدينتين أماسيا وسامسونج. حاولت أعمل لكم تغطية كاملة، بس اللي جاي لقدام أحلى ومميز أكتر، والقصص الغريبة العجيبة اللي رح تسمعوها عن هالمناطق رح عن جد ما رح تصدقوا المعلومات اللي عرفتها، كتير كتير غريبة. فكونوا بانتظار الفيديوهات القادمة، إن شاء الله ما رح أتأخر فيها عليكم. وهيك حبايبي وصلنا هذا الفيديو، بشوفكم على خير فيديو جديد. بايات وبوسات.